أزمات متعددة تتربص بالعالم وتداعياتها ستكون قاسية في حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، هكذا تقول المنظمة الدولية التي سارعت لدق ناقوس الخطر. برنامج الغذاء العالمي قال إن سلاسل الإمداد الغذائي في أوكرانيا تنهار مع تدمير جزء من البنى التحتية وتباطؤ حركة البضائع بسبب انعدام الأمن وإحجام السائقين عن الدخول إلى هناك. وأبدى البرنامج قلقه الشديد بشأن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، خاصة في الدول التي تشهد مجاعات، علما أن برنامج الأغذية العالمي يشتري نصف إمداداته من القمح من أوكرانيا. أكثر من 70 مليون دولار إضافية تدفعها الوكالة شهريا مقابل الغذاء بسبب الأزمة الأوكرانية، علما أن هذا المبلغ سيغطي الإمدادات الغذائية لأربعة ملايين شخص فقط حول العالم. المؤسسة الاقتصادية الدولية الكبرى حذرت هي الأخرى من تبعات اقتصادية عالمية واسعة النطاق للحرب. وأفاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن نمط العيش في المنطقة سيكون صعبا حتى بعد نهاية الحرب التي تسببت في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر. من جهتها دعت وكالة الطاقة الدولية إلى تطبيق إجراءات فورية بهدف خفض الاستهلاك العالمي للنفط، خاصة وأن الأسواق العالمية تعاني نقصا في إمدادات النفط الخام مع بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، وتبقى مرشحة للارتفاع في ظل فشل محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.